مرة أخرى على انقطاع الإرسال، ولكن زي ما بقول لكم ده ما بتقطع هنعاود تاني. دي حاجة بتحصل على السوشيال ميديا every now and then، ما عندناش فرصة لتفاديها بسهولة، خصوصا التقنيات اللي معايا تقنيات بسيطة. كنا اتفقنا يا شباب ان احنا هنعمل الأسئلة، وقلت ان الأسئلة دي اكثر أهمية من الشرح نفسه. فاحنا حاطين 5 أسئلة multiple choice، وزي ما اتفقنا قبل كل محاضرة هنعمل 5 أسئلة MCQ على المحاضرة السابقة وهنزلها قبلها بفترة. وطبعا ما تخدعش روحك، هتدي روحك 5 دقايق وتجاوبها وتعرف معايا الإجابات دي في البداية. فأول سؤال كان regarding plasma proteins والقلب، ومن على وجه الخصوص أول حاجتين طبعا غلط، لأن هو العكس، هو عنده lowest molecular weight والhighest concentration. وطبعا هل هو مسؤول عن الـ responsible for most of the plasma osmolality؟ لا طبعا، التوتال بلازما اوزمولاريتي المسؤول عنها الكريستالويدز، انما القلب من زي ما قلت لان اكتر واحد فهو بيشيل الفيميل سكس هرمونز، لان من ضمن وظائف البلازما بروتين اللي هي الالتصاق والمحافظه، فهي بتحافظ على الهرمونات. الفيميل هرمونز بوجه خاص بيتشالوا على الالبومين لان دول نسبتهم عاليه فمحتاجين البروتين الاكثر يعني تركيزا. يبقى السؤال الأول إجابة الصحيحة دي like daddy. السؤال الثاني الألفا جلوبولينز، طبعا عارفين إن إحنا الجاما جلوبولينز أنتيبوديز، طب البيتا جلوبولينز قلنا البلاد كلوتينج فاكتورز بيتا جلوبولينز، الترانسفيرين اللي بيشيل الحديد بيتا جلوبولينز، إنما الألفا جلوبولين ده اللي هو الأنجيوتنسينوجين اللي هو المادة اللي بتعلي الضغط في الأوعية، أنجي يعني وعاء وتنشن يعني ضغط، هو المادة اللي بتخلق الأنجيوتنس. طيب يبقى عليه الإجابة للسؤال الثاني هتبقى C like cat. السؤال الثالث فايبرينوجين، هل هو مسؤول عن البلاد فيسكوستي؟ قلنا لا، ما هو مسؤول عن البلازما فيسكوستي، بلاد فيسكوستي ده RBCs، إنما الإجابة الصحيحة أنه هو بلاد كلوتينج فاكتور. طبعا ده هو هنعرف بعد كده ان هو الفاكتور رقم 1 الفايبرينجين في ال 12 فاكتور المهمين في البلاك كلوتينج، وعنده طبعا الهايس مش اللوس ميكرويد غلط، وطبعا اول اوف ذا اباف غلط. يبقى اذا الاجابه الصحيحه في السؤال الثالث هو بي لايك بيبي. السؤال الرابع ريجاردينج البلازما بروتينز، هل التركيز بتاعها بتاع البلازما بروتينز 7 ملي جرام؟ انا اتفقت معاكم مسبقا يا شباب انه مش هيغلطك في الرقم، هيغلطك في التمييز، هو جرام مش ملي جرام، عشان كده دي غلط. هل هو مسؤول عن 85% من البافرين باور بلاد؟ لا، هو مسؤول عن 15 بس، انما هو دايناميك ستراكشرز نمره 4 صح، هما دايناميك البلازما بروتين دايناميك، وقلت لكم كل حاجه دايناميك ما عدا حاجتين النيرف سيلز والماسل سيلز. عليه يبقى السؤال الرابع الإجابة الصحيحة C like cat. السؤال الأخير regarding blood plasma بتمثل 45% من blood volume؟ لا، هي بتمثل 55%. هل الكريستالويدز مسؤولة عن الإفكتيف؟ لا، قلنا الكريستالويدز مسؤولة عن التوتال أوزموتيك بريشر، الإفكتيف ده البلازما بروتينز خاصة القلب. هل الليبيد موجودة كفري ليبيد؟ قلنا لا، بتبقى متشالة على البروتين عشان تبقى ميسبل، عشان تبقى سوليبل، فيبقى دي كمان خطأ، هم لايت بروتين. إنما هل البروثرومبين وان اوف ذا بلاد كلوتينج فاكتور؟ اه، البروثرومبين وان اوف ذا بلاد كلوتينج فاكتور، وهنبقى نعرف لاحقا إن هو الفاكتور رقم 2. دي كانت فكرة عن الأسئلة، وقلت لكم فضلكم الأسئلة أكثر أهمية من الشرح نفسه. بنيجي تاني نقول يبقى السؤال الأول إجابته للناس اللي اتأخرت إجابته D like daddy، الثاني C like cat، الثالث B like baby، الرابع C like cat، الخامس D like daddy. أتمنى يبقى معظمكم جاب 5. أنا عارف الامتحان صعب، واتفقنا إن أنا مش هجيب الأسئلة البسيطة، هجيب الأسئلة الأصعب لسببين، لأن أنت عندك جزء محدود فلازم تذاكره كويس، ولما نتمرن على الصعب السبب الثاني هنعرف السهل، والعكس ليس صحيح. ده كان الجزء الأول في محاضرة النهاردة، وزي ما قلت إحنا هنا في الجامعات في
أمريكا وفي كندا، بنبتدي بمراجعة الأسئلة على المحاضرة السابقة. وأتمنى حتى كل الزملاء في بلادنا العربية وخارجها يبتدوا محاضراتهم بالطريقة دي. الطريقة دي أسلم في التعليم وبتضمن أن الطالب يبقى فيه متابعة. فنصيحة مني للزملاء الأصغر سنا، يا ريت يعملوا أن في أول محاضرة يعملوا مراجعة MSQ المحاضرة السابقة، وده اللي هنعمله كل مرة عشان خاطر يبقى الفايدة أكثر ما يمكن. النهاردة يا شباب عندنا موضوع يحتاج تركيز شوية. تركيز على فكرة مش معناه أنه صعب، يعني أنا بالعكس أقول لما يبقى عاوز تركيز وعاوز فهم دي حاجة تبسطني، إن أنا عاوز أفهم مش عاوز أحفظ، وده قلنا اللي هنعتمد عليه بإذن الله. وقلت للناس اللي بيحضروا معايا المرة دي أول مرة، يفضل يبقى معاك الدياجرامز، إن كانش معاك تابعني على الدياجرامز اللي بحطها قصادك وتقدر تصورها بيور سمارت فون. على الأقل لو معاكش دياجرامز بالقليل قصادك ورقة وقلم عشان تكتب حاجتين، تكتب معاني الكلمات لأن الكلمات كتير قوي، قلت في أول أسبوعين هيبقى في صعوبة نسبية عبال ما نتعود على الكلمات الطبية، وتكتب الأسئلة، هل ده نظري؟ هل ده شفوي؟ هل ده MSQ؟ فنتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة الأولى في الأوتونوميك نيرفس سيستم. أوتونوميك نيرفس سيستم ده اسم الموضوع، كما يوحي يبقى 100% أوتونوميك نيرفس سيستم هو بارت من النيرفس سيستم، جزء من الجهاز العصبي. طيب دلوقتي تعالى ناخد فكرة بسيطة على الجهاز العصبي. تعالى أديك تشبيه خفيف وبسيط جدا. الجهاز العصبي ده يمكن اعتباره جهاز استقبال، بيستقبل إحساسات عن طريق نيرف فايبرز بنسميها افرنت، يعني وارد. يبقى ده جزء. النص التاني في الجهاز العصبي هو جزء الموتور الحركي، وده بيتحكم في الحركات عن طريق أعصاب بنسميها إيفرنت بالإي هنا. يبقى الجهاز العصبي اللي هو النيرفس سيستم بينقسم إلى قسمين، نقولهم تاني مع بعض. قسم سنسوري بيستقبل الإحساسات، حسي، بيستقبل الإحساسات عن طريق إيفرنت، وده هنرجعه لسنة ثانية للناس اللي هي ماشية بنظام أولى وثانية. وجزء موتور بيحكم في الحركات عن طريق إيفرنت بالإي هنا. يبقى سنسوري بالإيفرنت وموتور بالإيفرنت. طب تعالى بقى، احنا الأوتونوميك نيرفس سيستم ده هو تبع القسم الموتور مش القسم السنسوري. طالب يسألني هو الموتور ده بيتحكم في ايه؟ أقول له يتحكم في شيئين. الموتور هيتحكم في حاجتين، الموتور ده هيتحكم في الآتي، يا عضلة يا غدة، مفيش 100 حاجة، هما يا عضلة يا غدة. والعضلات ثلاث أنواع، في ثلاث أنواع من العضلات، في عضلات سكيليتال يعني إرادية، وفي كاردياك اللي هي عضلة القلب، وفي سموث اللي هي موجودة في الأمعاء وما شابه. يبقى ثلاث أنواع من العضلات، سكيليتال وكاردياك وسموث أو جلاند. والجلاندز الغدد نوعان، يا إما إكسوكراينال يعني لها ضغط بتطلع الإفرازات عن طريق قناة، يا إما زي ما كلنا عارفين إندوكراينال يعني لا قناة لها وبتطلع الهرمونات دايركتلي في البلد. يبقى الجهاز الموتور ده بيتحكم في حاجتين، يا عضلة يا غدة، يا عضلة يا غدة. والعضلات ثلاث أنواع والغدد بتنقسم إلى نوعين. وعليه طالب يسألني بس التلات عضلات والغدتين دول ما فهمش تجانس، أقول له يعني إيه؟ يقول لي يعني فيهم حاجة واحدة بس إرادية وهي السكيليتال ماسل، أقدر أحركها بإرادتي زي ما أنا بعمل دلوقتي. أما الكاردياك ماسل القلب والسموث ماسلز والجلانز بنوعيها إكسوكراينال إندوكراينال دول إنفرونتال. أقول له صح، عشان كده كان لابد أن ينقسم الموتور بارت الجزء الحركي من النيرفس سيستم إلى قسمين. قسم فولانتري يتحكم في شيء واحد اللي هو السكيليتال ماسل ونسميه سوماتيك، سوماتيك نيرفس سيستم من كلمة سوما يعني جسم لأنه بيحرك الجسم. يبقى السوماتيك نيرفس سيستم بيحرك السكيليتال ماسل بس،
بينما الأربع حاجات التانيين اللي هما cardiac muscles, smooth muscles, endocrinal, exocrinal glands, دول involuntary. يتحكم فيهم مين بقى؟ موضوعنا اللي هو autonomic nervous system. وأظن كلمة autonomic جاية من كلمة automatic, حاجة بتشتغل لوحدها involuntary. يبقى خلصنا من كل اللي قلته ده بجملة واحدة. من هو الأوتونوميك نيرفوس سيستم؟ هو الجزء الموتور من النيرفوس سيستم اللي بيتحكم في الحاجات الانفولانتري. يبقى هو تابع الموتور وبيتحكم في الانفولانتري. ايه هما الانفولانتري؟ افتكرهم اثنين واثنين, يا اما عضلتين سموث وكاردياك, يا جلانز اكسكراينال اندوكراينال. ولا اوفيكوا سرا, عندي طريقة حلوة قوي في الأوتونوميك, كل حاجة في الأوتونوميك هتبقى اثنين. يعني مسألك اي سؤال تقول اثنين وبعدين نفكر فيهم اثنين, بسميها حتى اللاك نمبر, رقم الحظ في الاوتونوميك هو رقم اثنين. اي حاجة اسألها لك في الاوتونوميك ابتدي قول اثنين وفكر هما ايه. الاوتونوميك بيتحكم في ايه؟ يا عضلة يا غدة. والعضلات اللي هما اللا اراديين نوعين, يا سموث يا كاردا, والجلاندز يا اكسوكراينال يا اما اندوكراينال. يبقى خلصنا ان الاوتونوميك نيرفوس سيستم هو ذلك الجزء من الموتور سيستم, الموتور نيرفوس سيستم اللي خاص بالانفولانتري اكشنز, وعرفنا ايه هم. طيب تعال بقى نقول مقدمات مش عاوزك تركز فيها قوي وتضيع وقتك فيها كتير, لانها يعني مهمه للفهم مش للامتحان خالص. فاحنا بنقول الاوتونوميك نيرفوس سيستم جزء من النيرفوس سيستم اللي هو على وجه التحديد الموتور بارت اوف نيرفوس سيستم, الجزء اللي هو بتاع الانفولانتري. طب ما تيجي ناخد فكره عن الاستراكشر بتاع النيرفوس سيستم, تركيب النيرفوس سيستم. يعني النيرفوس سيستم ده بيتركب الاستراكشر بتاعه. صادق الدياجرام اهو. هنقسم النيرفوس سيستم تقسيمه ثانيه خالص, مش هنقسمه تقسيمه وظيفيه لموتور وسنسوري, هنقسمه تقسيمه تشريحيه حسب الموقع. النيرفوس سيستم ينقسم الى قسمين, الحته اللي في النص هنسميها سنترال نيرفوس سيستم, مكتوبه هي سي ان اس عندك اهي, هشاور لك عليها بالشعاع سنترال نيرفوس سيستم. ودي بتنقسم لحاجتين, البرين اللي هو المخ اللي موجود في الجمجمه, والنخاع الشوكي اللي بشاور عليه ده اللي هو السباينال كورد اللي موجود في الفيرتبرال كولم. يبقى السنترال في برين وفي سباينال كورد. طب البرين بيرجع ينقسم بدوري لتلات اجزاء, مش عاوزك تحفظ الكلام ده ملوش قيمه دلوقتي, ده بس تاخد فكره. البرين بيتكون من تلات اجزاء, سيريبروم اللي هو الجزء الكبير ده اللي هو المخ, وجزء صغير اهو تحته اهو اهو اسمه سيريبيلم مخيخ. يبقى حتى بالانجلش وبالعربي اللي الكلمه الصغيره هي الكبيره في الحجم, سيريبروم مخ ده الكبير, سيريبيلم مخيخ ده جزء صغير. طب دول متشالين زي الشجره هيك, كانها شجره متشالين على حاجه اسمها برين ستيم, جزء المخ. نيجي نمره اثنين للسباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده بيتقسم لسيجمنتس, عقد, في 31 عقله. برضه عاوز اقول حاجه بتغيب عن كثير من حتى مش الطلبه, الزملاء الاصغر سنا, ان هم متصورين ان النخاع الشوكي ده زي عود القصب معقل عباره عن عقل فعلا. لا, حقيقه الامر هو حته واحده زي العصايه كده الطويله. احنا اللي تخيلنا ان كل جزء منه طالع منه زوج من الاعصاب الشوكيه هنسميها سيجمنت. يعني في اعصاب شوكيه يمين واعصاب شوكيه شمال, لو شلتهم كلهم قطعتهم هتلاقي السباينال كورد عصايه كده ما فيهوش ولا سيجمنتس. ده خيالنا احنا, كل حته طالع منها زوج من الاعصاب الشوكيه سوف نطلق عليها سيجمنتس. طب تعال نتفرج السيجمنتس دول 31, عندي طريقه سهله في تذكرها. 8 سيرفايكال عنقي في منطقه العنق و12 ثوراسيك في منطقه الصدر. يبقى سيرفايكال يعني عنقي وثوراسيك يعني صدر, يبقى 8 و12 كام؟ 20. و5 لمبر و5 ساكر يبقى 30. كلمه ساكرال يعني عجوزي, يعني ان عارف العظمه العجوزيه لما تفرجوا عليها في التشريح تلاقيها كده خمس عظمات يعني مندمجين مع بعض شكلهم وحش, فسموهم العظم او الفقرات العجزيه لانها زي الشخص العجوز.
وعليه كلمة لمبر ناس كثيرة ما تفهمهاش. يعني إيه لمبر؟ يقول لك آه بالعربي يعني ال 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 الفقرات القطنية. طب يعني إيه قطني؟ عارف يعني إيه قطني؟ يلا نتعلم شوية عربي. يعني الفقرات الجميلة، قطن يعني جميلة، فعلا أجمل فقرات هتشوفها هي اللمبر. وبعدين في واحد كوكسوجيال، فقرة واحدة كوكسوجيال، الكوكسيك ذا بيمثل بقايا الذيل في الإنسان. يبقى دول ال 31 سيجمنتس، تعال نحفظه مع بعض. وما تحفظهمش، قلت هتقرا قرايه عابره، لما اقول لك قرايه بقى قرايه تراست اللي بقوله لك. الوقت اغلى حاجه، ما تضيعش وقتك في كلام فارغ. قلت التايم مانجمنت هو اهم حاجه في الدنيا. 8 سيرفايكل و12 تراسي، يبقى دي 20 و5 و5 قطني وعجزي جميل ومش حلو، ده يبقى 30 واحد كوكسجين. ده السنترال نيرفس سيستم. يبقى في البرين داخل الجمجمه، وفي النخاع الشوكي السباينال كور داخل الفيرتيبرال كولم. طالع من البرين اعصاب اسمها اعصاب مخيه، وطالع من النخاع الشوكي اعصاب اسمها اعصاب شوكيه سباينال نيرفز. يبقى البرين طالع منه كرينيال نيرفز، والسباينال كور طالع منه سباينال نيرفز. دول بقى طالعين رايحين للبريفري، عشان كده سموهم البريفرال نيرفس سيستم. طيب عندنا كام زوج من الاعصاب المخيه؟ 12. خد بالك هما مش 12، هما 12 يمين و12 شمال، لكن اوعى تقول عندنا 24، حقيقه الامر عندنا 24. 12 يمين و12 شمال، لكن مع الاعتذار في التعبير بنعاملهم معامله الاحذيه. يعني حضرتك لما نسالك عندك كام حذاء ما تقولش عندي 6 فرد، تقول عندي 3 احذيه، ونحن فاهمين ان الثلاث احذيه دول عباره عن 6 فرد يمين وشمال. نفس القصه هنا، لما نسالك عندك كام كرينيال نيرف تقول لي 12 كرينيال نيرفز، وان كان احنا فاهمينهم 12 شمال 12 يمين. بينما السباينال نيرفز اللي على اساسهم قسمنا السيجمنتس، يبقى 100% عددهم زي عدد السيجمنت، ده هم اللي عملوا السيجمنت، مفيش سيجمنت اكشولي، هو كل حته طالع منها زوج من الاعصاب الشوكيه اعتبرناها سيجمنت، يبقى عددهم 31 بنفس الوضع. 8 سيرفايكال و12 ثراسيك يبقى 20. يبقى تحفظهم كده، تعمل لهم جروبينج زي ما بقول التحصيل فن. 8 و12 20 و5 و5 30 لامبروسات واحدة اكسجين. في كل هذه الصفحة عندي سؤال واحد ام اس كيو، يبقى ما تقعدش تحفظي ده كله، هو سؤال في فن إدارة الوقت. ان الكرينيال نيرفز ثلاثة انواع، في اعصاب حسية سنسو يعني حسي كما العصب البصري والشمي والسمعي، وأعصاب موتور حركية كما العصب الوجهي، وأعصاب ميكسد يعني تحتوي ألياف عصبية تحس واردة آفرين جايبة الإحساسات، وتحتوي نفس العصب، نفس العصب يحتوي ألياف عصبية نيرف فايبر صادرة نسميها إفرين. يبقى الكرينيال نيرفز الـ 12 فيهم أنواع تحس بس، سنسوري بس فيها آفرين بس، وانواع موتور بس فيها ايفرين بس، وانواع ميكسر. اما السباينال نيرف فاقرا اخر سطر كلهم ميكسد نيرفز، كل السباينال نيرفز ار ميكسد نيرفز، مفيش سنسوري بس وموتور بس. يعني ال 31 عصب يمين وزيهم شمال بيحتوي نوعين من الفايبر، اعصاب وارده حسيه سنسوري جايبه الاحساسات، واعصاب نيرف فايبرز الياف عصبيه صادره ايفرن بتاثر في الحركات، واللي هن قلنا يا اما عضله يا غده. يبقى ده النيرفس سيستم الاستراكشر بتاعه. ما تضيعش وقتك، الوقت يعني كالسيف، اهم حاجه التايم مانجمنت. يبقى تقول لنفسك دكتور ناجي قال لنا في هذه الصفحه في معلومه واحده ذات قيمه، ان الكرينيال نيرفز سنسي او موتور او ميكسد، انما السباينال نيرفز كلهم ميكس. اقلب الصفحه من فضلك. هناخد ترانسفيرس سيكشن في السباينال كورد، يعني قطاع عرضي في النخاع الشوكي اللي هو مرسوم قصادك اهو. هلاقي ثلاث حاجات من الداخل للخارج. يبقى انت دلوقتي بتنظر الى قطاع عرضي، طبعا هو بيبقى صغير جدا بس احنا مكبرينه. الحته اللي حاطط عليها بوينت دي اسمها سنترال كانال، بيمشي فيها سائل المخ والنخاع.
سنترا كانال لا تعنينا. بعد كده في منطقة رمادية اسمها جري ماتر، زي حرف الاتش كده، شايف كأنها في الإنجليزية زي حرف الاتش. وبعدين حواليها مادة بيضاء اهي اسمها وايت ماتر. يبقى من الداخل للخارج في سنترال كانال حواليه جري ماتر حواليه وايت ماتر. انا عاوزك تركز في نص النخاع الشوكي، لان النص اليمين زي النص الشمال ميرور ايمج، فركز في النص بس ما تركز في الاثنين. حتى تعالى انا اعمل حاجه اي هوب اعرف اعملها بسهوله اهي، هخبي النص عشان تركز معايا في النص فقط. يبقى هتلاقي الجري ماتر دي لو شفتها لوحدها عندها 3 هورنز، 3 قرون، قرن الورا اسمه بوستيرو او دورسال، وقرن القدام يسموه انتيرو او فنترال، وقرن في الجنب يسموه لاترال هورن. يبقى الجري ماتر الماده الرماديه دي 3 قرون، اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده البوستيرو او دورسال، اللي بشاور عليه دلوقتي انتيرو او فنترال، واللي في النص ده اسمه اللاترال هور. وباي ذا واي انا عارف الزملاء الافاضل بتوع الاناتومي افضل مني كثيرا، في فرق بين كلمه بوستيرو ودورسال. بوستيرو في لغتنا الجميله معناها خلفي، دورسال يعني ظهري، طبعا نفس المعنى لان ظهرك في الخلف، بس تبقى فاهم بالظبط دي ودي ايه. بوستيرو خلفي، دورسال ظهري، وبنفس المنطق الانتيرو او فنترال. انتيرو يعني امامي، وفنترال يعني بطني، واحنا فاهمين ان بطنك قدام. يبقى الجري ماتر دي فيها 3 هورنز، واحد لورا بوستيرو او دورسال، واحد لقدام انتيرو او فنترال، واحد في النص اللي هو اللاترال. فين المعلومه المهمه هنا جدا تبقى عارفها؟ ان النيرف سيلز الخلايا العصبيه لا تتواجد غير في الجري ماتر، في الماده الرماديه. الوايت ماتر متقسم ثلاثه برضو اهو، واحد ورا بوستيرو، واحد قدام انتيرو، واحد في النص اللي هو اللاتر. دي فيها النيرف فايبرز، ما انت عارف الخليه العصبيه ليها راس اللي هي النيرف سيل اللي هي السوما، الجسم، قلنا سوما يعني جسم، وطالع منها ليفه عصبيه اللي هي النيرف فايبر. النيرف سيلز راس الخلايا في الجري ماتر، النيرف سيلز السوما في الجري في الماده الرماديه، الفايبرز في الوايت ماتر. وطبعا هي ليه لونها ابيض؟ عشان عدد من النيرف فايبرز بيبقى حواليها مايلين شيث زي الزبده لونه ابيض. يمكن تخيل بقى ان في بوستيرو وانتيرو ولاترال كولم، قلنا دول فيهم الفايبرز. طيب نيجي معلومة مهمة جدا هنا بقى، السباينال نيرف، وكان نفسي يبقى يعني نرسمه ممدود أكتر كده. السباينال نيرف ده قلنا السباينال نيرف ميكسد، اللي أنا مشاور عليه. يعني إيه ميكسد؟ يعني في افرنس جاية جايبة الإحساسات، وفي افرنس رايحة جايبة الحركات العصبية، الحركات الإشارات العصبية الخاصة بالحركة. طيب السنسوري فايبرز بتدخل السباينال كورد من ورا، والموتور فايبرز بتطلع من قدام. وعليه يمكن تخيل ان السباينال نيرف ده له تو روتس، يعني لو تخيلته شجره كده اهو اللي هو القلم ده، بس طبعا تخيل بقى عندي او شويه تخيل، تخيل ان انا هعدلها هيبقى الشجره كده، هيبقى الشجره دي لها جذرين، ادي جذر وادي جذر. بوستيرو او دورسال روت ده جاي بالسنسوري فايبرز اللي هو الاعصاب الحسيه، وانتيرور او فنترال روت بيحتوي الموتور فايبرز اللي هو الايفرنت. يبقى ما احنا قلنا السباينال نيرف في نوعين من النيرف فايبرز، في نوعين من الفايبرز، سنسوري، وده مالناش دعوه بيه السنه دي خالص، ده بيدخل من ورا في الدورسال روت، وفنترال او انتيرور اللي هي الفايبرز اللي طالعه بقى تتحكم في الحركات، ده موجوده في الانتيرور روت. يبقى نتج عن كده ان كل سباينال نيرف، احطه لكم تاني اهو، يمكن تخيله زي الشجره. الشجره دي لها جذرين، ادي جذر ورا ده سنسوري مالناش دعوه بيه السنه دي، وجذر قدام ده
موتور اللي هو جايب الإيفرنت اللي هي الحاجات بتاعت الحركة. بحب أراجع بسرعة عشان خاطر ما تتوهش مني. يبقى احنا خدنا قطاع عرضي في السباينال نيرف في السباينال كورد آسف، وده ملوش قيمة برضو، مقدمات لا معنى لها بس لازم أقولها عشان تفهم. لو خدنا قطاع عرضي في النخاع الشوكي، لاحظ ثلاث أشياء في النص سنترال كانال فيها سائل المخ والنخاع السيريبروسبان فلويد، حواليها حرف الاتش ده اللي هو الجري ماتر، تعرف لي فيها كلمتين، هي دي اللي فيها النيرف سيلز، وفيها ثري هورنز، في عندنا بوستيرو او دورسال انتيرو او فنترال ولاتر. في نقطه مهمه هنا، هذا اللاترال هورن موجود في نص السيجمنتس بس، يعني ال 12 ثراسك والثلاثة لمبر 1 2 3 لمبر هم دول بس اللي فيهم اللاترال هورن. يعني اللاترال هورن ده مش صفة دائمة في النخاع الشوكي، وهنعرف بعد شوية ان الثراكو لمبر دي منطقة السيمباثاتيك. ومفيش حد هيقول لكم ابدا تفسير اشمعنى بس منطقة السيمباثاتيك هي اللي فيها اللاترال هورن، اللي هو 15 سيجمنت من السباينال كورد، ال 12 ثراسك والثلاثة الفوقانيين لمبر، الباقيين هيبقى فيه حرف الاتش ناقص اللاترال هورن، ده مش موجود زي في منطقه البارا سيمباثيتك. هنقول هذا الكلام في اوانيه، هقولها لكم معلومات جميله، هنفكر مش هنبقى زي المحاضره كل حاجه هنبقى فاهمينها ليه. يبقى في عندي سنترال كانال وبعدين جري ماتر، عرفت عنها كلمتين، تحتوي النيرف سيلز، احفظ معايا النيرف سيلز، وثلاثه هورنز، الثلاثه هورنز بوستيرو او دورسال وانتيرو او فنترال لاتر. بس الاسكياء اللاترال ده مش موجود في ال 31 سيجمنت، في 15 بس، اول ثراسك ال 12 ثراسك والأرض. الانقطاع مره اخرى، طبعا عارفين هو ده عيب السوشيال ميديا، بس احنا هو دي التقنيات الموجوده. على فكره نسيت اقول لكم حاجه، ان انا حاولت انزلهم على اليوتيوب، انا هسيبهم طبعا للاستفاده على صفحتي في الفيسبوك، لكن اللي يقدر يا شباب يعني ينزلهم لنا على اليوتيوب، ممكن كده نفكر الناس اللي عندها مقدرات تقنيه مش عندي، ان شاء الله ممكن نعمل حاجه لطيفه، يعني نعمل مثلا اسره عشان الناس تبقى سهل الدخول عليها، نسميها اسره الدكتور ناجي، وتاخدوا من الفيسبوك وتنزلوها على اليوتيوب وقولوا لي فين، حتى عشان بقيه الناس تبقى تقدر تستفاد بيها. نرجع تاني، يبقى قلنا السنترال كانال فدي موجوده في النص، وبعدين حواليها جري ماتر اللي هو تاتا هورنز، وبعدين الوايت ماتر. جري ماترز فيها النيرف سيلز، الوايت ماتر فيها النيرف فايبرز. ثم السباينال كورد قلنا معلومه مهمه من الصفحه اللي قبلها، ان هو ميكسد وله تو روتس، سنسري روت اللي هو بوستيرو روت، ده الدورسال روت، ده سنسري وده هنسيبه للسنه الجايه، وموتور روت اللي هو الانتيرو او الفنترال روت، لان السباينال نيرف ده بيبقى ميكسد. طيب تعالوا بقى اقلب الصفحات من فضلك، لحد دلوقتي مفيش اسئله، يا مجرد مقدمات. عارف الموضوع مش لطيف في الاول قوي، بس بعد شويه هيبقى لطيف جدا، اعدكم بذلك. طيب نيجي يا شباب ليه هناخد بقى ده، الصفحه دي مهمه شويه. مين الاستراكشرال يونت of nervous system، يعني وحدة التركيب للجهاز العصبي؟ ده النيرون يا شباب، اللي هو الخلية العصبية هي وحدة التركيب. النيرون ده بتكون من ثلاث أجزاء، برضو ده كلام زي ما بتقول هيستولوجي لا يعنينا كثيرا، بس ما أقدرش أفهمك ونبني معلومات غير ما تبقى عارف البيزس، ويعني مش هنعتمد على انك عارفها في المواد التانية، لان في بعضكم لسه ما خدهاش، فممكن يقعد مش فاهم اللي اقوله بعد كده. ده مش للحفظ، ده مجرد انا فاهم بقول ايه، جاست للفهم وملوش قيمه كتير. النيرون بنلاقي عباره عن لها سوما، ادي جسم الخليه العصبيه، طالع منها دندرايتس وطالع منها اكسون اللي هو الطويل الاصفر ده. يبقى بتتكون من ثلاث اجزاء، دندرايت والسوما اللي هو الجسم الخليه، وبعدين الاكسون بهذا المنظر.
طبعا هتقول لي ايه الفرق بين الدندرايت والاكسون، ده كلام هيستولوجي انتوا عارفينه احسن مني. يقول لك ان الدندرايتس كتيره وقصيره، الاكسون واحد وطويل. ده يوجوالي، ده مش دائما، ممكن العكس. امال ايه اهم حاجه تقول ان ده دندرايت وده اكسون؟ اللي بيجيب الاشارات العصبيه ناحيه السيل بودي، اللي جايب الاشارات للسيل بودي يبقى ده دندرايت. انما اللي واخد السيجنال الاشاره العصبيه away from the cell body هو ده الاكسون. يبقى في الهيستولوجي اللي غششتكم سؤال كده، هيستولوجي جميل، الفيصل مش مين كتير وقصير اللي هو غالبا الدندرايتس، ومين طويل واحد اللي هو غالبا الاكسون. ده غالبا وليس دائما. انما الدندرايت دائما بتجيب الاشارات العصبيه ناحيه النيرف سيلز، الاكسون دائما بياخد اشاره عصبيه away from the nerve cells. حسب هذا الاكسون بنقسم الاعصاب لثلاث انواع: مايلينيتد، يعني في حواليها مايلين شيس اللي هي جروب A و B. احنا عندنا الاعصاب ثلاث انواع حسب السمك، A ده ادخن واحد واسرع واحد بيمشي الاشاره العصبيه بسرعه 100 متر في الثانيه، ثم B ده اقل سمكا ويمشي الاشاره ابطا شويه 10 متر في الثانيه، والاثنين دول مايلينيتد، في حواليهم مايلين شيس اهو، اللي هو زي بعضكم اللي خد في ثانوي انه انتربتد عند النودز اوف رانفير. النوع الثالث اللي هو السي، ده بيبقى امايلينيتد، مفيش حواليه مايلين شيس، وده ابطاهم بسرعه 1 متر في الثانيه. انا عارف ان الاعداد دي انا واخدها من جيرمان سيستم لان هو ده الاسهل. في الانجليش سيستم بيحط بقى ارقام ما لا يمكن تحفظها. انا عاوز كل طالب يطلع حافظ اي بي سي 110 1، حاجه لا يمكن تنساها. السي متر في الثانية، البي 10 متر في الثانية، الاي بي متر في الثانية. الاي والبي دول مايلينيتد، السي امايلينيتد. طب مين الخلية بقى؟ ده سؤال مهم، اللي بتعمل المايلين شيس. خلية اسمها شوان سيلز، اهي اللي بشاور عليها انا. الشوان سيلز هي دي اللي بتعمل المايلين شيس. هنا بقى في سؤال مسكيو لذيذ جدا في الهيستولوجي. طب يبقى اللي عمل المايلين شيس عنده شوان سيلز، يبقى 100% المايلينيتد اللي هم الاي والبي عندهم شوان سيلز. طب الامايلينيتد اللي هو السي فايبرز، المنطق يقول يبقى ما عندهمش شوان سيلز. الاجابه الصحيحه لا، حتى الامايلينيتد عندها شوان سيلز بس ان اكتف، ما بتدورش. لان اقول لك الشوان سيلز ازاي بتحط المايلين شيس؟ عارف الراجل بتاع تواب القماش لما يجي كده يفرجك توب قماش وبعدين بعد مش عاجبك فيعمل ايه؟ يروح لفه تاني على العصايه كده، اهو الشوان سيلز بتلف الدهن ده اللي هو المايلين شيس حوالين الاكسون. ففي المايلينيتد الشوان سيلز بتلف اكتف. طب وفي الامايلينيتد بتبقى الشوان سيلز ان اكتف، موجوده بس ما بتلفش، فما بتحطش مايلين شيس. طب طالب يسالني عاوزين نفهم حاجه ما تقالش في المحاضره، حاجة تثبت أنه وراء الخلق خالق. طب ليه ربنا حاطط شوان سيلز في الأمليت؟ أقول لك ليه؟ لأن الشوان سيلز دي هنعرف بتعمل حاجة تانية في الاثنين، في المالنيت والأمليت بتكون حاجة اسمها نيورليمال شيث، اللي هي مهمة جدا لو اتقطع العصب يقدر يعاد تكوينه، يبقى ريجنريتد مرة أخرى. فاحنا العصب مايلينيتد او امايلينيتد عاوزين لما يتقطع يريجنريت، فعش كده هما الاثنين فيهم شوان سيلز، سواء مايلينيتد او امايلينيتد. لو لفت وحطت مايلين شيس بقى العصب مايلينيتد، ما لفتش بقى العصب انمايلينيتد. اقول لكم تعريف جميل، عارف الخليه العصبيه دي بشبهها تشبيه طفولي، عامله زي الثعبان. لو قطعت ديل التعبان اللي هو الاكسون او الدندرايت ما يموتش، بينمو بيتكون غيره. امتى التعبان يموت؟ لو موت راسه، حطمت راسه اللي هو السومة. عشان كده بنقول ان النيرف سيل لو بوظتها ما يتكونش غيرها، ستاتيك مش دايناميك. ده مين؟ السومة. لكن لو قطعت اطرافها سواء الاكسون او الدندرايت بيتكون غيرها بسبب الشوان سيلز دي. عشان كده موجودة في المايلينيتد وموجودة في الامايلينيتد. بس لما تلف هتحط مايلين شيس، ده في المايلينيتد، لما ما تلفش ما تحطش مايلين شيس. ده الاستراكشرال يونت اوف نيرفس سيستم. يبقى من هو الاستراكشرال يونت اوف نيرفس سيستم؟ النيرف سيلز.
طب في سؤال بقى، ما احنا قلنا في الامس كيو في أسئلة تعتمد على الإزدواجية. طب مين الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم؟ وحدة الوظيفة مش وحدة التركيب. ريفلكس ارك، قوس الانعكاس. تعال اشرحها لك. لو حضرتك انا شكيتك في الصباع بتاعك او في الابهام، هتعمل ايه؟ هتسحب ايدك. هذا فعل منعكس، ريفلكس اكشن، يبقى فعل منعكس. عشان يحدث هذا ريفلكس اكشن لابد من سلامة خمس اجزاء يشكلوا مع بعض حاجة اسمها ريفلكس ارك، يعني زي قوس الانعكاس. انه بص معايا اهو، او عامل زي القوس، همشي كده وقوس، يعني حتى لو عدلت انا الكمبيوتر هيبقى عامل زي قوس النصر كده اهو، بس اعتبره بدل قوس النصر نيمته اهو. طب تعال نشوف بقى الاجزاء الخمسة في ريفلكس ارك دي. عشان يحصل ريفلكس اكشن فعل المنعكس لابد من سلامة الاجزاء الخمسة لقوس الانعكاس، اللي هو ريفلكس ارك، اللي هو وحدة الوظيفة في النيرفس سيستم، اللي هو مين؟ لازم في ريسبتور يستقبل الالم، وبعدين يبعت عن طريق خلية واردة اسمها افرين، ما قلنا اللي جايب الاحساس اسمه افرين، دي نمرة اتنين. ثم سنتر يحدد نوع الاستجابة، دي نمرة تلاتة. ثم خلية واردة اسمها افرنت نيرون، اهي الافرنت اللي طالعة دي. ثم نمرة خمسة حد ينفذ الحاجة المطلوبة اللي هي نسميها افكتور اورجان، اللي هي في الحالة المثال اللي انا اديته المصل اللي سحبت الايد. لكن انا علمتكم ان الجهاز الحركي في النيرفس سيستم بيشغل حاجة من اتنين مش مية، يا عضلة يا غدة، والعضلات تلات انواع والغدد نوعان. يبقى ده اسمه ريفلكس ارك. يبقى ده بقى دي صفحة نبتدي لها اهمية شوية، اكثر اهمية من اللي فات. هيجيب لي في الام اس كيو مين الاستراكشرال يونت ومين الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم. اهو انا كاتب لك اليونت اوف نيرفس سيستم في النص مشترك، هل استراكشر ولا فانكشن؟ لما يقول لك الاستراكشرال يونت الاجابة الصحيحة الخلية العصبية نيرون. لما يقول لك الفانكشنال يونت اللي هو قوس الانعكاس ريفلكس ارك باجزائه الخمسه، منطقيين جدا، ريسبتور يستقبل الاحساس، افرنت يبعته، سنتر نمرة ثلاثة يحدد الاستجابه، افرنت يودي الاشاره الحركيه، وبعدين عضو ينفذ الاستجابه وهو الافكتور اورجان اللي هو قلنا اما عضله اما غده. هنا في سؤال تاني مسكين مهم جدا، يبقى ده سؤال مهم، في سؤال تاني هنا مهم. الريفلكسز في الجسم نوعان، لو التقت الخلية العصبية الافرين مع الافرين مباشرة هيبقى في مكان التقاء واحد هنسمي ريفلكس مونوسينابتك، يعني احادي الاتصال، سينابس يعني اتصال، يبقى ريفلكس في هذه الحالة هنسميه مونوسينابتك. اما لو التقت الخلية الافرين مع الافرين بواسطة وسيط نسميه انترنيرون، يعني نيرون ما بين تو نيرونز، هيبقى في الحاله دي في تو سينابسز، يبقى نسميه مونو سينابتك. معلش هحط رسمه اخرى اهي، اتمنى تقدروا تشوفوها اهو. اللي على ايدنا الشمال اهو الخليه الوارده الافرنت، اهي افرنت التقط مباشره بالخليه الصادره الافرنت، يبقى مكان الالتقاء واحد اهو، بيسموه مونو سينابتك. اما لو الخليه الوارده اهي التقط بالخلية الصادرة اهي، في ما بينهم انتر نيرون، نيرون ثالث اهو بقى ملتقي مع الافرنت، ادي مكان اتصال، ومع الافرنت مكان ثاني، اصبح اكتر من واحد، اصبح بولي سينابتك، الريفلكس اصبح بولي سينابتك. على فكرة الجسم ما فيهوش غير ريفلكس واحد بس اللي هو مونو سينابتك، هناخده في سنة تانية اسمه ستريتش ريفلكس، لما تشد العضلة تنقبض، ده الوحيد المونو سينابتك، الباقي كله بولي سينابتك. طب نيجي السؤال بقى انا هجهزك فيه عشان تبقى عارفه. لما يقول لك if the reflex contains one internuron، في internuron واحده اهو، يبقى مونوسينابتك. كلام شكله صح بس هو غلط. ان لو في واحد internuron يبقى مونوسينابتك، لا، لو في واحد يبقى في متصل بالافرنت ومتصل بالافرنت، يبقى اصبح بوليسينابتك.
عشان يبقى مونوسينابتك لازم الافرنت يلتقي مباشرة بالإفرين نيرون، الخلية الواردة تلتقي بالخلية الصادرة مباشرة، مفيش ما بينهم انتر نيرون، في الحالة دي تبقى مونوسينابتك. كلمة سينابس يا شباب اعرفوها معناها اتصال. هل ريفليكس احادي الاتصال مونوسينابتك؟ يبقى الافرنت يلتقي مباشرة بالإفرين، يبقى مفيش انتر نيرونز، لان لو في وان انتر نيرون، انتر نيرون واحده في النص زي اللي مرسوم قصادك، اصبح في مكانين للالتقاء، ادي واحد وادي الثاني ملتقي مع الافرنت وملتقي مع الافرنت، اصبح بولي سينابتك. الصفحه دي مهمه جدا في الام اس كيو يا شباب. تعال نقول الاسئله اللي فيها. من هو الاستراكشرال يونت اوف نيرفس سيستم؟ ام اس كيو فقط، هو النيرون. من هو الفانكشنال يونت؟ قوس الانعكاس، ريفلكس ارم. طيب نيجي في النيرون، في سؤال مهم تاني، الاعصاب يا مايلينيتد يا امايلينيتد، تبقى عارف السرعات A و B و C. ال A thick myelinated، اسرع سرعه 100 متر في الثانيه، ال B thin myelinated برضو 10 متر في الثانيه، وال C امايلينيتد مفيش مايلين شيس 1 متر في الثانيه. السؤال الثالث، المايلينيتد مين اللي عمل مايلين شيس؟ شوان سيلز. ده اصعب سؤال. طب الامايلينيتد فيها برضه شوان سيلز بس ما بتدورش، ما بتحطش مالين شيس، طب ليه موجوده؟ مهمه فور لما العصب يتقطع يعاد تكوينه ريجنريشن. نيجي بقى للفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم اللي هو ريفلكس ارك. طب فين السؤال الثاني؟ ريفلكس اركس دي نوعان، في ريفلكس واحد في الجسم اللي هو الاسترنش ريفلكس، مفيش وسيط ما بين الافرنت والافرنت، يلتقي مباشره، يبقى مونوسينابتك. ليه؟ لان ما فيش انتر نيرون، يبقى مش المونوسينابتك في وان انتر نيرون، ما فيهوش خالص، نو انتر نيرونز، لان لو في وان ان شاء الله وان اور مور انتر نيرونز اصبح بولي سينابتك. دي اسئله مهمه قوي بقى في الام اس كيو، نقولهم تاني يا سيدي. انا اقول وانت جاوب معايا، في نيرون وفي ريفلكس ارك، ايهما الفانكشنال يونت؟ ريفلكس ارك. ايهما الاستراكشرال يونت؟ النيرون. طب النيرونز نوعان، يا مايلينيتد يا امايلينيتد، والمايلينيتد نوعان يا A يا B حسب ثيك مايلينيتد ولا ثين مايلينيتد. طب السرعات، السؤال افتكرهم بطريقه حلوه جدا ما تنسيش، 1/10 100 متر بير سكند. طب مين اللي بيحط المايلين شيس؟ ده اصعب سؤال. بيحط المايلين شيس ده ال شوان سيلز، وعليه الامانيتد المنطق يقول ما فيهاش شوان سيلز، بينما هي فيها شوان سيلز بس ان اكتف. طيب الريفلكس ارك نوعان، يا مونوسينابتك، ده سؤال صعب برضه، لان المنطق يقول مونوسينابتك يبقى فيه انتر نيرون واحده، لا هو ما فيهوش انتر نيرون خالص، يلتقي الافرن مباشره بالافرن، لان لو في وان اور مور انتر نيرونز بيبقى بولي سينابتك. خد بالك عملنا 3 صفحات لسه ما دخلناش في الاوتونوميك، لا بنشرح النيرفس سيستم تركيبيا، في حته في النص برين وسباينال كورد طالع منهم اعصاب للخارج، يبقى بريفرال نيرفس سيستم، كرينيال نيرفز وسباينال نيرفز، كرينيال نيرفز 12 والسباينال نيرفز 31. وبعدين اتكلمنا بعد كده على ترانسفيرس سيكشن في السباينال كورد، عرفنا ان النيرف سيلز بتبقى في الجري ماتر انما النيرف فايبرز بتبقى موجوده في الوايت ماتر، وعرفنا معلومه ثانيه مهمه ان السباينال نيرف له جذرين، جذر داخل ماسك من ورا ده بيحتوي السنسوري فايبرز، واحد طالع من قدام بيحتوي الموتور فايبرز. ثم الصفحه الثالثه اللي هي اليونت اوف نيرفس سيستم ستراكشر ولا فانكشن. يعني لو دورت على المعلومات اللي عليك في كل ده بسيطه جدا، ولا تستغرق في تفصيلات لا معنى لها. تايم مانجمنت، اداره الوقت. اقلب الصفحه من فضلك. نبتدي بقى كام المهم، نبتدي الاوتونوميك نيرفس سيستم الحقيقي. كانت هذه مقدمه لو كنت متاكد انكم عارفينها من الهيستولوجي والاناتومي ما كنتش خط فيها خالص. البدايه الحقيقيه الاوتونوميك هو اللي هقوله دلوقتي. واحد من اشهر اسئله في الشفوي والام اس كيو على الاثنين، ايه الفرق بين السوماتيك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز الارادي اللي بيحرك بس السكيتال ماسل، وبين الاوتونوميك نيرفس سيستم
اللي هو جزء من الموتور سيستم اللا إرادي involuntary. إيه الفرق بينهم؟ ده سؤال مهم جدا. بدل حب نظام وما عشقت مثل عشق النظام، أقول لكم الجملة دي كتير، بدل ما نقول يعني أي حاجة تطرق في ذهننا، لا تعال نفكر بترتيب. في سيل الايتم هيطلع منها فايبرز، والفايبر دي هتنفذ فانكشن. فهنقسم الفرق في السيل، الفرق في الفايبرز، الفرق في الفانكشنز. تيجي في السيلز، احنا قلنا يا شباب فين السيلز موجودة في السباينال كور؟ موجودة في الجراي ماتر، مادة الرمادية، في المادة الرمادية. السوماتيك موجودة فين؟ في الانتيرو هورم، فنسميها انتيرو هورم سيلز، ده الاختصار بتاعها. بينما الاوتونوميك موجودة في اللاترال هورم سيلز. بس الطالب زاك قال لي انت قلت اللاترال هورم سيلز دي في نص السيجمنت بس، في 15 بس بتوع السيمباثيتك. طب وبتوع البارا موجودين فيما يعادلها الكورسبوندنس، يبقى دي إجابة الأوائل. يبقى دي في الانتيرو هورن سيلز، انما ده في اللاترال هورن سيلز او الكورسبوندنج. حتى دي عمر ما هيقول لك في المحاضره ليه دي في الانتيرو هورن ودي في اللاترال هورن، انما انا هقول لك دلوقتي وهقنعك بيها. عارف ليه؟ الاجابه بعد قليل. لانه وراء الخلق خالق، مفيش حاجه موجوده هبهازر كده من صناعه الطبيعه. الناس اللي هم لا يؤمنوا بوجود الله دي ناس ما بيفكروش. نيجي الفرق في الفايبرز. السوماتيك وان ايفرين سيستم، يعني من ساعه ما اطلع من السباينال كورد لحد ما اوصل للمصل هو نيرون واحد، وان ايفرين، وان ايفرين خليه عصبيه واحده. ساعات يبقى طولها لو رايحه تغذي مثلا الصباع الكبير بتاع رجلك، يبقى وطالعه من السباينال كورد يبقى طولها متر الاكسون بتاع الخليه دي. وان تايب، نوع واحد بس اللي هو احسن نوع، الايه اللي هو ادخل نوع ال 100 متر واحسن نوع في الايه. ايه ده انواع؟ احسن نوع في الايه اللي هو الاي الفا. عارف لما نقول حاجه دي اي 1 احنا بقى نقولها في الطب اي الفا، يعني احسن نوع. بينما في الاوتونوميك عشان توصل من السباينال كورد من اللاترال هورن سيلز لحد القلب، لا في تو ايفرنت. ايفرنت يوديك لعقده اسمها جانجليون يسموه بري جانجليونيك، واحد ياخدك من الجانجل للهارت يسموه بوست جانجليونيك. اذا فهو تو ايفرنت سيستم. طيب وبعدين تو تايبس الاوتونوميك، في سيمباثيتك وفي بارا سيمباثيتك. انا قلت لك اذكرك تاني ان اي حاجه في الاوتونوميك فيها رقم اثنين، تو ايفرين اند تو تايبس. تو ايفرينز لحد ما اوصل للجانجلون يبقى بري جانجلونيك، بعد ما اطلع من الجانجلون يبقى بوست جانجلونيك. هنا بقى انا عاوز اقول لك شويه حاجات لطيفه قوي. نفكر، واحد يقول لي انت وعدتنا ان احنا هنفكر مش هنحفظ. رقم السعد بتاع السوماتيك هو رقم واحد، وان ايفرنت يعني من ساعه ما تطلع من السباينال كورد لحد ما توصل هو ايفرنت واحد، ونوع واحد اللي هو احسن نوع الاي الفا. انا بقى هقول لك حاجه يو ويل نيفر فورجيت ات، انما قبل ما نقولها عاوزك تبص على الرسمه دي معايا اهو. ده السوماتيك موجوده في الانتيرو هورنو، وبعدين العصب طالع لحد ما يوصل للعضلة فهو وان ايفرنت. انما الاوتونوميك بادئ من اللاترال هورن اهي، عشان توصل للقلب تو ايفرنت، واحد يوديك للجانجليون اهي الجانجليون ده بري جانجليونيك، واحد ياخدك من الجانجليون للهارت يسموه بوست جانجليونيك، يبقى تو ايفرنت. وقلنا في نوعين سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. الاول وعدتكم ان انا هعلمكم علم الترمينولوجي. احنا قلنا هما ليه سموا السوماتيك سوماتيك؟ بيحرك الجسم سوما. انما ليه سموا الاوتونوميك اوتونوميك؟ لانه انفولانتري، اشتغل لوحده اوتوماتيك، فسموه اوتونوميك نيرفس سيستم. طب ليه الاوتونوميك في جزء بيسموه سمباثاتيك وجزء يسموه بارا سمباثاتيك؟ احنا قلنا هنعرف كل كلمه جايه منين. دي تملي بقولها بطريقه طريفه هيفهمها المتحدثين بالعربيه كويس قوي، المتحدثون بالعربيه. السمباثاتيك سموه سمباثاتيك لان عبد الحليم حافظ غنى للسمباثاتيك وما غناش عمره للباراسمباثاتيك. واحد يقول يعني ايه الكلام ده؟ الواحد لما بيشوف حد بيحبه
دقات قلبه بتزيد. حتى عبد الحليم يغني يقول لك ايه، قلبي دق دق دق، قلت له يا قلبي لا لا لا. عارف، يبقى في حاجه اسمها سيمباثي. سيمباثي يعني التعاطف، لما بتشوف حد بتحبه بتتعاطف معاه فقلبك ضربات قلبه بتزيد. عارف مين اللي عمل ده؟ السيمباثيتك. ومن كلمه سيمباثي يعني تعاطف، سموه سيمباثيتك. طب ليه سموا الباراسيمباثيتك باراسيمباثيتك؟ لان اعصاب السيمباثيتك زي ما قلنا طالعه من منطقه الثراكولامبر اللي هو ال 12 ثراسيك والابر ثيلامبر. حط ايدك كده على قلبك دلوقتي معايا، يبقى انت حاط ايدك على مين؟ على الثراسيك والابر ثيلامبر، هو ده السيمباثيتك. شويه اعصاب فوقيهم طالعه من المخ من راسك كرينيال، وشويه اعصاب تحتهم طالعه من الساكرال، دول يبقى موازيين للاعصاب السيمباثيتك من الجهتين، بارالل للسيمباثيتك نيرفز من الجهتين، عشان كده سموها بارالل، يبقى باراسيمباثيتك. من هنا جت الاسماء. يبقى فهمنا سوماتيك يعني ارادي، واوتونوميك يعني لا ارادي. سوماتيك بيحرك السوما الجسم، وده اللي هو الارادي اللي هو السكيتال ماسل، واوتونوميك اللي هو لانه لا ارادي انفولنتري بيحرك عضله غده. طب وليه الاوتونوميك سموه سيمباثيتك وباراسيمباثيتك؟ اللي بيشتغل مع السيمباثي لما تشوف حد بتحبه بيسموه سيمباثيتك من كلمه سيمباثي. وحتى قلت لك عشان ما تنساش موقعه السيمباثي فين؟ في القلب. حط ايدك على قلبك، انت حاط ايدك على السيمباثيتك. ثراكولامبر 12 عصب ثراسيك واول 3 لامبر، فوقيهم شويه اعصاب وتحتهم شويه اعصاب نسموهم بارالل ليهم من الجهتين من فوق ومن تحت، فسموهم باراسيمباثيتك. طيب نيجي نفهم، ما تقلقش في البدايه هيبدو الموضوع صعب قليلا زي ما قلت لك، بس في الاخر انبسط جدا لما تفهم. فكر معايا حضرتك، هو مين اسرع، الجهاز الارادي السكيتال ماسل ولا اللا ارادي؟ انا جاوب بدون تفكير السكيتال ماسل. الاولمبياد مسابقات في السرعه اساسا بالسكيتال ماسل، الى اي مدى السكيتال ماسل سريعه جري وما شابه. يبقى بماذا يتميز سوماتيك نيرفوس سيستم؟ بالسرعه الفائقه. طب ده يفسر لي الكلام اللي قريناه، عشان كده من اول ما تطلع من السباينال كورد لحد ما توصل العضله خيط عصبي واحد، وان اي فرنسيست، تعد خليه وارده واحده من اول سبان كورد لحد صباع رجلك الكبير. لانك لو وقفت في النص وبقى في مكان اتصال سينابس زي الاوتونوميك في الجانجليون اتعطلت، واحنا مش عايزين نتعطل، فوان اي فرنسيست. طبعا انت فاهم الثانيه، عشان يبقى سريع تاخد انهي نوع من الفايبرز؟ الاي 100 متر في الثانيه ولا البي 10 ولا السي متر في الثانية؟ طبعا ايه، واحسن نوع في الايه اللي هو الايه الفا. تيجي العظمة الالهية في الحتة التالتة بقى اللي هيقولها لك العبد الله، وعمرك ما تسمعها من حد اخر في المحاضرة. انت فكر معايا، ليه الخلايا موجودة في الانتيريور هورن؟ وهوريك الرسمة مرة اخرى هنا. فكر معايا، لو انا في الانتيريور هورن هبقى اقرب من لو انا في اللاترال هورن، يعني شوف المسافة صغيرة اهي، بس هبقى اسرع لو بدات بالانتيرو هورن، اصلا هوصل مصل اسرع من لو بدات من نقطه خلفها من اللاترال هورن. هل دي مصادفه يا شباب؟ لا، دي تثبت شيئا واحدا، انه وراء الخلق خالق. حتى موضع الخلايا اللي هتشغل السكيتال مصل يفيدها في انها تبقى فائقه السرعه، نبتدي من اقرب نقطه للخروج مش من وراها من اللاترال هورن. تحط الثلاث معلومات دول مع بعض تفهم ليه السوماتيك السريع فائق السرعه، المباراه في الامبلات في السرعه يبتدي من اول نقطه من الانتيرو هور ولحد ما توصل للمصل مش هتقف، وان ايفرنت سيستم، ايفرنت واحد. وبعدين احسن نوع وان تايب ايه الفا فايبرز. الاوتونوميك العكس، مش مستعجلين قوي، فبدانا من اللاترال هورن سيلز في حاله السيمباثيتك اهو كورسبوندينج في حاله الباراسيمباثيتك. وبعدين بعد كده تو ايفرنت، رحنا لحد الجانجلون ببري جانجلونيك
وبعدين من الجانجلون طلعنا بعد كده بإفرين تاني اسمه بوست جانجلونيك، قلت لك رقم السعد في الاوتونوميك 2 يبقى بري جانجلونيك اند بوست جانجلونيك، يبقى تو إفرينز ونوعين سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. وقلت ليه سمباثاتيك بتاع السمباثي وبارا سمباثاتيك؟ لانه بارا ريليف سموها بارا سمباثاتيك. هنا طالب يسالني بقى، طيب انت فهمتنا الاولانيه ما تفهمنا الثانيه، هما ليه ما بنروحش على طول في حاله الاوتروميك وبنتوقف في الجانجليون؟ ممكن تفكر معايا، هو مين اكتر في الجسم، الحاجات اللا اراديه ولا الحاجات الاراديه، الحاجات الاوتونوميك ولا الحاجات السوماتيك؟ السوماتيك بيغذي حاجة واحدة بس، واحدة بس سكيتال ماسلز، إنما الأوتونوميك بيغذي حاجتين يا ماسلز يا جلانز، وكل ينقسم إلى نوعين، الماسلز يا كاردك ماسل، شوف هقولها إزاي، يا سموث ماسلز موجودة في كل جسم، في الجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز التناسلي كل حتة والجهاز الهضمي، كل ده سموث ماسل ويغذي حاجتين تانيين، جلانز يا اكسوكراينال يا اندوكراينال وما عندهمش، ده لو قلت لك السويت جلانز بس لا يحصى عددها اللي في نوع واحد من الاكسوكراينال، انما ده في جلانز بقى اللي بتطلع العصائر والاندوكراينال، يعني الاوتروبي بيغذي حاجات كثيره جدا، وعليه مش هتكفي الاعصاب البري جانجلونيك اللي طالعه من السباينال كورد من لاترال هورن سيلز، لو رحنا بيها مباشره للاعضاء مش هنلاقيها تكفي، فكان لابد ان احنا نتوقف في الجانجليون. واقول لك حصل ايه في الجانجليون، كل بري جانجليونيك دخل ساينابس، يعني اتصل مش بواحد بوست جانجليونيك، بتسعة بوست جانجليونيك في المتوسط، ممكن اكتر قليلا ممكن اقل قليلا، كل واحد ريلي، عارف يعني ايه ريلي؟ يعني تحول من بري الى تسعة بوست جانجليونيك، يبقى ساينابس انا بفهمك الترمينولوجي معناها اتصل، ريلي يعني تحول من بري الى تسعة بوست، كل واحد بري جانجلونيك اكتيفيت تسعة. تعال اوريها لك ايه في الرسمه اللي انا حاططها تشوف ايه اللي حصل اهي، شايف انت بدات هنا من اللاترال هور وبعدين مشيت اهو رحت للجانجلون، حصل ايه في الجانجلون بقى؟ الواحد دخل واحد اهو طلع تسعة بوست جانجلونيك عشان تكتر عدد الاعصاب، عشان كده بنقول الجانجلون دي بتشتغل ديستريبيوتنج سنتر، بتحل مشكله الاوتروميك، بيغذي حاجات كتيره، الاعصاب مش هتكفي، ما ينفعش نروح بيها على طول، لازم نكترها في السكه، فوقفنا في الجانجلون وزودناها كم مره؟ فاكر رقم اقول لك حتى بطريقه مش هتنساها، تسع مرات، يبقى الجانجلون بتسعه في الخير، بت ايه؟ تسعه تسعه تسع مرات. طيب هما ليه سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك؟ هنفهمها في اللي بعدها. تعال بقى الفانكشن اللي الطف حته واسهل حته، السوماتيك بيغذي حاجه واحده بس سكيليتال ماسلز، وهو فولانتري جهاز ارادي يسموها نيرف اوبريتور، يعني تقطع العصب السوماتيك العضله تتشل، يبقى العصب مهم للعمل، عشان كده سموه العمليه يعني اوبريشن نيرف اوبريتور، نيرف اوبريتور، وبيشغل عضلات بمادة كيميائية واحدة اسمها أسيتايل كولين. بينما الأوتونوميك قلنا بيغذي مين؟ اتنين واتنين، رقم السعد اتنين، سموث ماسل وكاردك ماسل، والجلانز نوعين اكسوكراينال واندوكراينال جلانز، ودول كلهم انفولانتري. طب لو قطعت الأعصاب بتاعت القلب أو بتاعت الجلانز أو بتاعت الأمعاء هل تتشل؟ لا تشتغل، يبقى ما هوش نيرف أوبريتور. أمال إيه؟ حقيقة الأمر هو نيرف ريجوليتور، نيرف ريجوليتور يعني مش مهم للشغل بس مهم للتنظيم، واحد يسرع والتاني يبطأ، بس فهمنا، يبقى لأنه مش مهم للعمل والقلب والامعاء هيشتغلوا بدون اعصاب، انما الاعصاب مهمه للتنظيم، والتنظيم في ابسط صوره يعني يتسرع يبطا، عشان كده نوعين في سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك، يبقى فهمنا ليه؟ لانه نيرف ريجوليتور انفولانتري.
وبيشتغل بمادتين، في ماده تسرع وماده تبطئ، يبقى ما ينفعش يبقى استايلكولين بس، يبقى في اسيتايلكولين ونور ادرينالين. في حاله السيمباثيتك نيرف اندينجز اللي رايحه الاورجان بتطلع نور ادرينالين، انما في حاله الباراسيمباثيتك بتطلع اسيتايلكولين. يبقى السيمباثيتك في الاغلب يطلع نور ادرينالين، وفي الباراسيمباثيتك دائما يطلع اسيتايلكولين. تعال بقى نقول الجدول بطريقتين وهنقفل بكده، وده مهم جدا، وندخل بعد كده في الحصه الجايه بقى في حاجات الطف. يبقى خلصنا المقدمه، يعني الحصه دي كانت مخصصه للمقدمه اساسا. ايه الفرق بين السوماتيك والاوتونوميك؟ تعال بقى اقول لك في فرق بين المذاكره والتحصيل، وقلت اعلمكم ازاي. ان انت عشان تفتكر هناخدهم بالترتيب. ليه اي فكره تيجي في مخنا نقولها؟ الاول الفرق في السيل، وعين سيل دي طالع منها فايبرز، يبقى الفرق في الفايبرز، والفايبرز دي هتنفذ فانكشنز، يبقى الفرق في الفانكشن. واقول لك ملحوظه لطيفه، اول فرق في معلومه واحده، ثاني فرق في معلومتين، ثالث فرق في ثلاث معلومات. يبقى حلو حتى ماشي، الأولانية واحد والثانية اثنين والثالثة ثلاثة. ابتدي الفرق في السيلز. السوماتيك بيبتدي من قدام سريع، مش هنضيع وقت، من أقرب نقطة بالأنتيرو هور. إنما الأوتونوميك من وراها، من اللاترال هورن سيلز في حالة السيمباثيتك، ولو مفيش لاترال هورن سيلز زي البارا بيبقى كورسبوندينج ما يعادلها. طيب الفرق في الفايبرز، تكمل الفكره. السوماتيك انت بتقولي ده فائق السرعه، يبقى لازم اروح على طول، ما توقفش، الوقفه دي هتضيع وقت، يبقى 1 افرنس سيستم. واستخدم انهي نوع من الفايبرز؟ احسن نوع من الفايبر اللي انت قلت لنا عليها، الاي، واحسن حاجه في الاي مش اي 1 بقى، اي الفا اللي هي 100 متر في الثانيه 1 تايب. بينما الاوتونوميك 2 افرنس سيستم، تروح لحد الجانجلون ببري جانجلونيك، ومن الجانجر للاورجان ببوست جانجرونيك. وفهمتك ليه تو ايفن؟ لان عدد الفايبرز مش هيكفي الحاجات الكتيره الانفولانتري الاوتونوميك، فلازم نزود الفايبر في السكه، فلازم نقف في الجانجرون. كل واحد فايبر يدخل الجانجرون يساينابس، يعني يتصل بتسعه. كل واحد يدخل الجانجرون ريلي، يتحول ريلي، يعني يتحول الى تسعه. وعلى فكرة الأذكياء الجنج ما بيدخلهاش واحد بيطلع تسعة، أنا بس رسمتها كده للتبسيط، إنها بنفس المنطق يدخلها 10 يطلع 90، يدخلها 100 يطلع 900 وهكذا. المهم كل واحد يزيد يبقى تسعة. وأقول لك عشان كده في معلومة لطيفة، يبقى عدد البوست جانجليونيك أكتر بتسع مرات من البري جانجليونيك، يبقى ما أقدرش أستخدم فايبرز مايلينيتد. فهنا بستخدم فايبر سي فايبرز انهم كتار قوي، انما هنا عددهم اقل، فاستخدم النوع الثاني اللي هو الثيم مايلينيت اللي هو البي. يبقى البري جانجلونيك بتبقى بي اللي هم الثيم مايلينيت 10 متر في الثانيه، انما السي لازم استخدم البوست جانجلونيك السي. واقول لك ليه؟ لان واحد خرج من السباينال نيرف، اهو السباينال نيرف، هيرجع مكانه تسعه، يبقى هحط تسعة مكان واحد، يبقى لازم يبقى أرفع نوع، يبقوا أمالينيتد اللي هو السي فايبرز، يبقى دي ثيم مالينيتد ودي أن مالينيتد. طيب نيجي الفرق في الفانكشن بقى، ده أهم فرق. إن السوماتيك بيغذي السكيليتال ماسلز وهو فولانتري، دي أهم كلمة، إن هو فولانتري، تقطعه مش هتشتغل عضلة، يبقى نيرف أوبريتور. إنما هنا بيغذي الانفولانت اللي هم تو ماسلز، سموث اور كاردياك ماسلز واكسوكراينال واندوكراينال جلاندز، وانفولانت. ولو قطعته كل ده هيشتغل لوحده، امال ليه في اعصاب؟ لانها نيرف ريجليتور. وده اللي يفسر لي هم ليه تو تايبس، واحد يسرع واحد يبطئ، سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. طب هنا العضلات حاجه واحده بتشتغل بحاجه واحده اللي هي الاستايلكولين، انما هنا انا عندي حد بيسرع وحد بيبطئ، فواحد بيشتغل بالاستايلكولين والتاني بيشتغل بالنور ادرينالين. ممكن ابص لهذا الجدول بنظرتين. النظره الاولى اللي قلتها، وعندي هختم الحصه بنظره اسهل جدا، and you'll never forget it the rest of your life. النظره الاولى، ان اقول ان الفرق بين السوماتيك والاوتونوميك في فرق في السيلز، فرق في الفايبرز، فرق في الفانكشنز. نمرة واحد فيها واحد، نمرة اتنين فيها اتنين، نمرة تلاتة فيها تلاتة، وما عشقت مثل عشقي للنظام. في السيلز لناس فاهمة مش حافظة، السوماتيك فوق السرعة،
يبقى اطلع من قدام مش ما يطلعش من ورا واخد وقت عشان ما اطلع. ابقى جنب الباب اللي هطلع منه. يبقى انتيرور كورد سيلز. انما الثاني هطلع وراها مش مستعجل قوي في الاوتوميك. ورا الانتيرور هورن في اللاترال هورن. من اللاترال هورن سيلز في حاله السمباثاتيك او الكورسبوندنجز في حاله البارا سمباثاتيك. طب انت قلت لي السوماتيك فائق السرعه، يبقى في سكه لو وقفش الواحد فاهم مش حافظ مقفش. وان ايفرين سيستم، خليه عصبيه واحده، ليف عصبيه واحده، لو وقفت هتضيع وقت عند الساينات. يبقى وان ايفرين سيستم، وتختار انهي نوع لو فاهم تختار احسن نوع اي الفا اللي هو 100 متر في الثانيه. يبقى اما تحط التاتا مع بعض دي تطلع بحاجه واحده، انه وراء الخلق خالق. مفيش اكسبشن، لان في فكره قوه عاقله وراء الخلق. عاوزه السكيت المصل في الاولمبياد مسابقات في السرعه، ما ضيعناش وقت، طلعنا من قدام انتيرو هور، ما وقفناش. وان ايفرين سيستم احسن واسرع فايبر، وان تايب اي الفا 100 متر في الثانيه. بينما هناك لاترال هورن سيلز كورسبوندينج، وقفنا في السك، رحنا لحد الجانجلوم بري جانجلونيك بي، وبعدين طلعنا من الجانجلوم بوست جانجلونيك سي فايبرز. ليه وقفنا في الجانجلوم؟ فهمتها لك، لان الفايبر مش هتكفي، لازم نزودها 9 مرات، لازم 9 في الخيل. هو ده وظيفه الجانجلوم، يدخلها واحد يطلع 9. ونقولها بكذا تعبير، ساينابس يعني الواحد يتصل مع 9، ريلي يعني الواحد يتحول الى 9. وريت لك ان 9 دول هيرجعوا تاني مكان الواحد في الاسبان نير اهو، وريتها لك ووريها لك تاني اهي. طلع واحد اهو، واحد طلع هيرجع مكانه في السباينال نيرف اهو 9. يبقى الطالب فاهم لاول مره، فاهم ليه دي بي ودي سي. وفي سبب تاني هقوله الحصه القادمه، انه هنا عددهم اقل من دول 9 مرات، يبقى استخدم الفايبر الادخن، عندي مساحه، يبقى بي فايبرز. انما هنا ده 9 يرجعوا مطرح واحد، يبقى ما اقصديش غير ان هم يبقوا رفاعين جدا، لان 9 يحلوا محل واحد يبقوا سي فايبرز. طب ليه تو تايب سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك؟ حتى دي فهمتها لك، لانه ما هوش مهم العمل، اتس نوت نيرف اوبريتور اوبريشن عمليه، ده نيرف ريجوليتور بينظم. والتنظيم يعني اسرع ابطا، يبقى لازم يبقى في نوعين، واحد يسرع واحد يبطا، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. وما تغلطش في بعض الاعضاء، السمباثاتيك يسرع يبقى البارا يبطا، وفي البعض الاخر البارا يسرع يبقى السمباثاتيك يبطا. وبعدين نيجي الفانكشنز، وهي اهم حاجه، ان السوماتيك فولانتري نيرف اوبريتور. مين اللي فولانتري عندك؟ سكيليتال ماسلز. طيب انما الثاني انفولانتري نيرف ريجوليتور، ينظم، عشان كده نوع بيسرع ونوع بيبطئ. مين اللي انفولانتري؟ افتكرهم، كاردياك وسموث ماسلز واكسوكراينال واندوكراينال جلاندز. طب هنا يسرع وبطئ، يبقى لازم يبقى في تو كيميكال ترانسميترز، استايل كولين ونور ادرينالين. هقولها لك بقى بطريقه الطف، المفاجاه اللي محضرها لكم اللي همشي بيها كل الاوتونوميك، ودي الصفحه الوحيده اللي هي فعلا اوتونوميك، اللي قبل كده كان مقدمات. سوماتيك رقم السعد هو رقم واحد، افتكر حاجه واحده، كل حاجه واحده. ما يقول لك سوماتيك يبقى حاجه واحده، تقول له 1 ايفنت ادي واحد، 1 تايب اهي 1 تايب، يغذي حاجه واحده، سكيليتال ماسل يطلع ماده كيميائيه واحده، ستايل كلين. ده السوشيال ميديا يا شباب، اعتبروها فقرة اعلانات. عارف لما يعكنونا كده ان الفيلم يقطعوه، اعتبروها بقى معلش عشان خاطري فقرة اعلانات. وزي ما بقول مرة اخرى، لو الناس اللي هم في انا يعني الليترت في التكنولوجي بالنسبة لكم، اللي يعرف يعمل لنا كده حاجة يسميها اسم لطيف متعلق بينا ويحط الحاجات على اليوتيوب، I would be very thankful. والناس التانية هتبقى اكثر مني شكرا، لانها تقدر تدخل عليها بصورة احسن. تاني بقى الاوتونوميك كنا قلناهاش، تلا اتنين قلنا رقم السعد اللاك نمبر اتنين، تو ايفرين سيستم بري جانجليونيك يتحول الى بوست جانجليونيك، وتو تايبس سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك لانه نيرف ريجليتور. ليه تو ايفرين؟ حتى دي فاهمينها، عشان الواحد ياكتيفيت 9، نكتر الاعصاب 9 مرات في المتوسط. وليه تو تايبس؟ لانه نيرف ريجليتور، يسرع يبطا، يبقى الواحد يسرع واحد يبطا. السمباثاتيك يسرع القلب، يبقى البارا يبطئ القلب.
البارا يسرع الجهاز الهضمي يبقى السمباثاتيك يبطئ الجهاز الهضمي. مش عاوز تفكر ان السمباثاتيك يسرع والبارا يبطئ، لا، في القلب السمباثاتيك يسرع، في الجهاز الهضمي البارا هو اللي يسرع. يبقى التاني يعمل عكس، حاجه زي ما بيقول لنا عادل امام، هم شغالين نظام خلف الله خليفه خلف خلاف المحامي، يعني اذا ده سرع ده يبطئ، اذا ده بطئ ده يسرع. وبعدين يغذي حاجتين، يا مصل يا جلاند، هتشوف المصفى الجميله كله ينقسم الى نوعين، يا سموث وكاردياك مصل، يا اكسوكراينال واندوكراينال جلاندز، ويشتغل بمادتين، هو يسرع ويبطا، يبقى ما ينفعش ماده واحده، يا استايكولين يا نور ادرينالين. يبقى نخلص من هنا ان السوماتيك يا شباب رقم السعد بتاعه واحد. نقولها تاني، 1 افرنت اربع وحدات اهو، 1 افرنت سيستم، 1 تايب اي الفا يغذي، 1 ستراكشر سكيليتال ماسل يطلع، 1 كيميكال ترانسميتر ماده كيميائيه واحده للاستالكولين. بينما رقم السعد اللي هكمل بيه كل الاوتروميك هتتمتعوا باذن الله الحصه الجايه بقى لما نتكلم على الفانكشنز، دي كانت مقدمه كلها هيستولوجي واناتومي، بيبقى حاجه جامده شويه. الاوتروميك اربع اتنينات، رقم السعد هو رقم اتنين، لما يقول لك اي حاجه في اوتروميك قول له اتنين. كام ايفرن؟ 2 ايفرن سيستم بري وبوست. وفهمتك ليه؟ عشان احنا كان لازم نزود الاعصاب 9 مرات في الجانجلون، بنسعى في الخير بنزودهم 9 مرات عشان يكفوا الحاجات الكتيره. وكم نوع؟ 2 تايبس سمباثاتيك وباراسمباثاتيك. وفهمتك ليه؟ لانه نيرف ريجوليتور، واحد يسرع والتاني يبطئ. يغذي كام حاجه؟ اتنين، يا ماسل يا جلاند. هتشوف المصادفه الجميله كله ينقسم الى نوعين، الماسل يا سموث يا كاردياك، والجلاندز يا اكسوكراينال يا باراكراينال. وبعدين يطلع مادتين، اسيتايلكولين ونور ادرينالين. انا هعيد بسرعه النقاط، يعني بسرعه شديده عشان الاناتومي الحصه دي. تاني يا شباب، قلنا الاوتونوميك نيرفس سيستم، اول معلومه اتعلمناها هو جزء من نيرفس سيستم. انهي جزء؟ جزء الموتور، مش السنسوري. انهي حته في الموتور؟ الجزء اللا ارادي، الانفولنتري. وفي اول صفحه شرحنا لك الاستراكشر نيرفس سيستم اللي ملوش اي قيمه في سؤال واحد. ان في سنترال نيرفس سيستم في النص اللي هو البرين في السكال، والسباينال كورد في الفيرتبرال كولا. من البرين طالع اعصاب مخيه كرينيال نيرفز عددهم 12، ويتكتبوا بالحروف اللاتينيه، يعني مش واحد اتنين تلاته، ابقى اعلمها لكم بعد شويه. الخمسه تتكتب حرف الفي والعشره حرف الاكس. لو اقل تحطها قبلها، يعني لو حطيت قبل الفي خط تبقى 4، بعد الفي خط تبقى 6، الاكس اللي هي 10، لو حطيت قبليها خط تبقى 9، بعد الاكس خط على يمينها هتبقى في هذه الحاله 11. اوعى تكتب الكرينيال نيرفز باللترز العاديه، بينما السباينال نيرفز 31 يكتبوا بواحد اتنين تلاته زي ما بنكتبهم عادي خالص، بالحروف اللي هي مش الانجليزيه، الحروف دي اساسا حروف عربيه، اللي انت شايفه 31 ده عربي، انما اللي بنكتبه احنا ده ماخوذ عن الهنود، وهبقولها فقط المعنات العامه في اوانيها لانها حروف سهل تغييرها عشان الهنود يحبوا يضحكوا على الناس. يبقى تاني النيرفس سيستم في سنترال نيرفس سيستم، برين وسبان كورد، وبريفرال البرين طالع منه 12 زوج من الاعصاب المخيه، والسباينال طالع منه 31 من الاعصاب الشوكيه، وحفظناهم مع بعض 8 و12، 8 سيرفايكال عنقي و12 ثوراسيك صدري، وخمسه وخمسه يبقى 30 اهم، لمبر وساكرا. علمناك يعني ايه لمبر؟ يعني قطنيه يعني جميله، ساكرا يعني عجوزيه مش حلوه، وواحد كوكسوجين. فين السؤال هنا؟ سؤال واحد، اوعى تضيع وقتك، سؤال واحد بس. ال 12 كرينيال نيرفز فيهم سنسي، فيهم موتور، فيهم ميكسد، انما السباينال نيرفز كلهم ميكسد. سؤال واحد. ناخد الصفحه اللي بعدها. ترانسفيرس سيكشن في السبان كورد، من جوه لبره، من السنتر هنلاقي سنتر كانال، حواليها ماده رماديه جري ماتر، حواليها ماده بيضاء وايت ماتر. الجري ماتر ثلاث قرون، 3 هورنز، بوستيرو او دورسال، انتيرو او فنترال، وبعدين لاترال. والوايت ماتر 3 كولمز، ثلاثه كولم، اعصاب طالعه لفوق للمخ شايله الاحساسات، واعصاب نازله من المخ في كولم ثاني جايبه الاشارات الحركيه. السباينال نيرف ماسك بتو روتس، كل سباينال نيرف احنا قلنا ميكسد، دي اهم نقطه في الام اس كيو في الصفحه اللي قبلها.
في افرم فايبر هتدخل من ورا في البوستير روت، واي فريكلوما موتور سواء فولانتري سوماتيك او انفولانتري اوتوميك في الانتيرو روت. هنا في سؤالين، السؤال الاول النيرف سيلز فين؟ في الجراي ماتر. طب والنيرف فايبرز فين؟ في الوايت ماتر. طب السؤال الثاني، السباينال نيرف عنده تو روتس، السنسي او الخلايا الوارده الافرم اللي هي جايه بالاحساس هتدخل في انهي روت؟ في البوستير روت. انما الموتور بنوعيه سواء اوتونوميك او سوماتيك بيخرج سويا في انهي روت؟ في الانتيرو او فنترال روت. يبقى هنا سؤالين. الصفحه اللي بعدها دي اهم، بنتدرج في الاهميه. من هي وحده التركيب؟ ستراكشرال يونت، نيرون. من هي وحده الوظيفه؟ فانكشنال يونت، ريفلكس ارك. وقلت دي في ازدواجيه هنا فهيلخبطك، يجيب لك نيرون تختار الصحيح، ستراكشر ريفلكس ارك فانكشن. النيرون في سؤالين، ان الاعصاب حسب الاكسون مايلينيتد حواليه مايلينشيس انتربتد عند النودز اوف رانفير، كان ضوء في الهيستولوجي ده يبقى سريع، اما النيتد يبقى بطيء. المايلينيتد نوعان، واحد ثيك مايلينيتد وبتاع السوماتيك السريع قوي قوي اللي هو الايه ايه الفا حتى 100 متر في الثانيه، بينما الثيم مايلينيتد بي ده شفناه فين لو كنت فاكر؟ في البري جانجليونيك اوتونوميك 10 متر في الثانيه. لكن الواحد هيبقوا 9 يبقى لازم يبقوا ارفع نوع، يبقى البوست جانجليونيك اما مايلينيتد سي تبقى 1 متر بير سكند. ده سؤال. السؤال الاصعب، مين حط المايلين شيث؟ شوان سيلز لفت اكتف حطت مايلين شيث. طب الامر نيتد ما فيهاش مايلين شيث، يبقى المنطق يقول ما فيهاش شوان سيلز. لا اللي فيها شوان سيلز بس ما بتلفش ان اكتف. طب ليه موجوده؟ لان شوان سيلز ليها وظيفه ثانيه انها تساعد لو العصب اتقطع تعمل له ريجنريشن، فاحنا عاوزين لو المايلينيت اتقطع او الامايلينيت اتقطع الاثنين يحصل لهم ريجنريشن، عشان كده شوان سيلز موجوده في كليهما. تلف في واحد تعمل مايلين شيث، تقعد ثابته في الاخر تعمل ما تعملش مايلين شيث. طب نيجي بقى ريفلكس ارك، قلت لما شكك في صباعك هتسحب دراعك، البايسبس هي هتحركها هتسحب دراعك، هذا فعل منعكس ريفلكس اكشن. عشان يحصل لابد من سلامه قوس الانعكاس ريفلكس ارك اللي هو الكومبوننتس، يعني مكوناته، كومبوننتس يعني مكوناته كام؟ خمسه. بالحق الاول لازم احس بالريسبتور مستقبل، يبعت عن طريق خليه حسيه سنسي وارده افرد. ثلاثه سنتر يحدد نوع الاستجابه. اربعه مين يبعت الاشاره الحركيه؟ افرد موتور. طب مين الافكتور اورجان العضو المؤثر اللي هيتصرف؟ قد يكون مصل هتسحب ايدك، وقد يكون غده. هتقعد تقول ادينا مثال غده، الدنيا حر حسيت الحر غدد العرق اشتغلت، يبقى عشان كده الافكتور اورجان ممكن يبقى مصل وممكن يبقى غده. يبقى دول الكومبوننتس بتوع الريفلكس ار. فين السؤال هنا بقى؟ الريفلكسز نوعان، لو التقى الخليه الوارده الافرن مع الخليه الصادره الافرن مباشره يبقى هنا مونوسينابتيك، مكان التقاء واحد ومفيش غير ريفلكس واحد اللي هو بالطريقه دي الاسترنش ريفلكس، الباقي كله بوليسينابتيك. لو في وان انتر نيرون واحد بس او اكتر يبقى في اكتر مكان اتصال اصبح بولي سينابتي، والغلطه المشهوره بقولها تاني، المونو ما فيهاش وان انتر نيرون، ما تاخدهمش كده بالشبه حلوين جنب بعض مونو يبقى وان. المونو ما فيش خالص انتر نيرون، ما فيش خليه وسيطه، الافرن على طول متصل بالافرن اتصال واحد، لان لو في وسيط واحد بقى متصل بالافرن ادي اتصال، متصل بالافرن اتصال تاني بقى بولي سينابتي. ثم نيجي للصفحه الاخيره يا شباب، ايه الفرق بين السوماتيك والاوتروميك نيرفس سيستم؟ قرينا الجدول ده بطريقتين، يا اما بطريقه منظمه هناخد الفرق في السيلز، السيلز ادت فايبرز، الفايبر نفذت فانكشن ازاي تفتكر الايتمز التحصيل الفني، وقلت السيل نمره واحد واحد معلومه، الفايبر نمره اثنين اثنين، الفانكشنز ثلاث معلومات. السيلز في فكره بقى، بقيه الناس بتحفظ، احنا بنحفظ، احنا فاهمين قوي الفسيولوجي، ولسه احنا ما قلناش حاجه في الاوتروميك، دي مقدمه، في حاجات رائعة جاية. السوماتيك يتميز بإيه؟ فائق السرعة. خلاص يبقى الناس تانية حافظة احنا فاهمين. يبقى ببتدي من أول نقطة. انتيرو هور. طب الفايبرز؟ أروح على طول ما أقفش. الوقفة دي هتضيع وقت. وان إيفرنت سيستم، ده أشهر سؤال في الإم إس كيو. وان إيفرنت سيستم. طب وهتختار أنهي نوع؟
احسن نوع one type اللي هو thick myelinated. ايه احسن حاجة في الايه ايه الفا. وبعدين الفانكشنز غازي حاجة واحدة سكيتال ماسلز اللي هي فولانتري. ده الاهم فرق ان السوماتيك فولانتري. وقلنا سوماتيك من كلمة سوما يعني جسم بيحرك الجسم. تقطع النيرف يقف العضلة تتشل. النيرف مهم للعمل. العمل يعني عملية اوبريشن فيسموه نيرف اوبريتو. طب نوع واحد من الاعصاب يبقى يفرز مادة كيميائية واحدة استايل كولين. يبقى وبعدين الاوتونوميك لا مش مستعجلين قوي نبتدي من وراها بشوية من اللاترال هورن سيلز. طب اللاترال هورن سيلز دي في السيمباثاتيك بس في منطقة الثراكو لامبر. طب والبارا يبقى الحتة جنب اللاترال هورن. مفيش لاترال هورن يعني قريبة لللاترال هورن بس في الجري ماتر برضو. طب والفايبرز رقم الساعة قلت اثنين تو افرين بري جانجرونيك بوست جانجرونيك. طيب اللي فهمنا ليه تو افرنت ليه ما رحناش على طول قلنا ان الاوتوراميك بيغذي حاجات كتير عاوزين اعصاب كتير مش هتكفي الاعصاب لازم نكترها في السكه فوقفنا في الجانجليون بنسعى في الخير. كل واحد بري جانجليونيك يدخل يطلع عوضا عنه تسعه بوست جانجليونيك. عشان كده هنقول الجانجل الحصه الجايه ديستريبيوتنج سنت. وفهمتنا حاجه هو ليه البري جروب بي والبوست جروب سي لان هيحل محل الواحد تسعه يبقى لازم تشيل المارينشيس عشان يبقوا رفاعين قوي فهنا بتيجي بي وترجع بسي فايبرز. يبقى فهمنا ليه كده. طب ليه تو تايبس؟ اولا فهمتك يعني ايه كلمه سيمباثيتك بتاع السيمباثي وبارا سيمباثيتك اللي هي اعصاب موازيه للسيمباثيتك لانه ما هوش نيرف اوبريتور انما ده نيرف ريجوليتور. يا يسرع يا يبطأ. يسرع يبطأ يبقى لازم اعصاب تسرع واعصاب تبطأ. يبقى لازم نوعين سيمباثاتيك وباراسيمباثاتيك. وقلت المعلومه اللي بيغلط فيها معظم الطلبه مش السيمباثاتيك بيسرع والبارا يبطأ. السيمباثاتيك يسرع الهارت يبقى البارا في الهارت يبطأ. خلف الله خليفه خلف خلاف. البارا يسرع الجهاز الهضمي يسرع الجهاز الهضمي يبقى السيمباثاتيك في الجهاز الهضمي يبطأ. وقلت سيمباثي اللي هي من كلمة تعاطف قلت هتعرف مكانه فين؟ حط ايدك على قلبك ثراكو لامبر هو ده السيمباثاتيك. فوقيه شوية كرينيال وتحتيه شوية سيكرال ده اللي هنقول حصة جلسة ما قلتوش ده البارا. هقوله برضه بطرق رائعة تحفظ كويس قوي. طب يغذي ايه؟ قلنا رقم الساعة اثنين يا ماسل يا جلانز حتى كل ينقسم إلى اثنين. الماسل يا سموس يا كاردياك والجلانز يا اكسوكرانيال اندوكراين. طب دول انفولانتري. تقطع الأعصاب شغالة. يبقى الأعصاب مش مهمة للشغل مش أوبريتور. ما المهمة ليه؟ يا تسرع تبطأ يبقى نيرف ريجوليتور. وعشان كده نوعين واحد يسرع واحد يبطأ. نوعين واحد يسرع واحد يبطأ يبقى لازم مادتين كيميائيتين أسيتايل كولين ونور أدرينالين. هقولها بمنظور تاني وأقفل. يبقى السوماتيك رقم السعد واحد. وان إيفرين نيورون سيستم خد بالك أربع كلمات. وان إيفرين وان تايب إي ألفا يغذي حاجة واحدة سكيليتال ماسل ويطلع ماده كيميائيه واحده استايل كولين. رقم السعد في الاوتونوميك 2 تو ايفرين سيستم بري جانجلونيك وبوست جانجلونيك تو تايبس لانه ممكن يسرع ممكن يبطا سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك يغذي حاجتين يا ماسل يا جلانز كل ينقسم الى نوعين الماسل يا سموث يا كاردياك والجلانز يا اكسوكراينال يا اندوكراينا وعليه ادام يا يسرع يبطا يبقى مادتين اسيتايل كولين ونور ادرينالين. كده يبقى يا شباب احنا خلصنا الحصه الاولى في الاوتونوميك. اتمنى حاجتين تذاكر كويس وتعمل معايا الاسئله. انا عارف الحصه دي كانت غلسه لان مليانه اناتومي هيستولوجي. خلاص اوعدكم خلاص مفيش اناتومي هيستولوجي بعد كده فانكشن هنقول قصه محمد علي كلاي والمباراه ازاي السمباثاتيك بيعدل ليها هتبقى متعه لما هتسمعها باذن الله. وطلب اخير برضو انا الطلبه طلبوا مني احط على اليوتيوب. انا بسيب على الفيسبوك عشان الناس تراجع والناس اللي بتقطع عندها الارسال وهكذا والناس اللي ما كانتش موجوده وجت بالليل او الصبح حسب التوقيت واللي عاوز يراجع سيبه. بس احسن تعالوا نعمل حد يبقى كويس في اليوتيوب يعمل لنا كده اسره خاصه بينا وننزل عليها اولا باول على اليوتيوب بتبقى احسن واكون شاكر. وزي ما بقول ما استحق ان يولد من عاش نفسه فاحنا بنساعد بعض يا جماعه ده وظيفتنا في الحياه. انا
مرة تانية بأشكر حسن إنصاتكم، وآسف على تقطيع السوشيال ميديا، زي ما قلت اعتبروها فقرات إعلانات يا شباب. أنا متابع إمتى بتقطع، بحاول أعملها. ومرة أخرى الناس اللي بتقطع عندها بسبب ضعف الإنترنت، بنحاول كلنا، بس هو ده الموجود. في الآخر لما تحملها بعد كده هتبقى كويسة. بشكر حسن إنصاتكم، ويعني أتمنى يعني يبقى أقدر كده بإذن الله، هقدر، ربنا يدينا القوة كلنا، أنت وأنا، مش أنا بس، وأنتوا كمان، عشان نصد مع بعض إن إحنا نقفل الكورس. وهعمل حسابي بإذن الله في موعد مناسب للامتحانات بتاعتكم، وتبقوا فاهمين كويس وتجاوبوا كويس بإذن الله. وزي ما أنت شايف بنعمل حتى أسئلة عشان خاطر، مش عشان هي يعني over the social media يبقى خلاص أنا أتكلم والسلام. أنا بتأكد أنك أنت قريت، وبتعب جدا في الأسئلة دي لما بجيبها لك عشان خاطر تحلها. هبقى نزلها قبل ساعة أو ساعتين من البث المباشر، نعملها المرة الجاية بإذن الله يوم الجمعة القادمة في نفس هذه المواعيد. هناخد الحصة الثانية في البلاد اللي هو البرانش الأسهل شوية، التلاب بناخد الأوتونوميك. Thank you for good listening. أشكركم لحسن إنصاتكم، وأدعو الله لكم بالتوفيق، وما التوفيق إلا من عند الله. شكرا، سلام عليكم.